السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. هاد لا فيديو مخصصة للجاكان فلورال، حيث هو من بين الأشياء المهمة جدا في الفلوريستيك. فهاد لا فيديو أول حاجة غنشوفو شنو هو الجاكان فلورال، غنشوفو شنو هما لي كاركتيريستيك اللي كنقدو نعرفوهم انطلاقا من الجاكان، نعرفو شناش كيتكون الجاكان وكيفاش ممكن نرسمو دوك لي كومبوزون ديالو، ومن بعد نعطيو امثله. اول حاجه دياغرام فلورال، سي ان شيما كونسترويت افيك دي سيني كونفونسيونيل كي مونتري اون ريبريزونطاسيون تيوريك دون كوب ترانسفيرسال دو لا فلور كي انتريس تو لي فيرتيسيل دون لور بارتي لي بلو انتريسانت. هو واحد الرسم فيه كيكونوا فيه دي سيني، يعني بحال اشارات كيوريونا لي كومبوزون ديال لا فلور، وهما محددين. قال لك لوغ بارتي لي بلو انتريسون، يعني ماشي كلشي كنديرو في داك الدياغرام، كنديرو دي كومبوزون لي مهمين. لي كاركتيريستيك لي ممكن انا انهم يبانو لينا في الدياغرام فلورال، اول حاجه البيريونت يعني هاد لي كاركتيريستيك كاملين لي غنقول الى شتي الدياغرام فلورال راه تقد تحددهم. واش بيريونت ديفيرونسي ولا ان ديفيرونسي، يعني واش عندنا لي ديفيرونسي، يعني عندنا سيبال و بيتال بجوجهم، ولا ان ديفيرونسي عندنا غير عندنا تيبال. نشوفو البري فلوريزون، يعني دوك لي بيتال دوك لي بيس فلورال كي دايرين مع بعضياتهم، واش ملاصقين، واش وحده فوق من وحده، هادوك هما لي تيب ديال لي فلوريزون. بالنسبه لحاجه اخرى، نومبر دو سيبال ولا البيتال، يعني يكفي انك تحسب غادي تقاد هاد تلقى هاد الكاركتيرستيك. سودي ولا ليبر، سودي يعني غامو بيتال ولا سان بيتال، ليبر يعني ديالي بيتال. بالنسبه لي زيتامين بيان سور لو نومبر، نعرفوا واش سودي ولا ليبر، نعرفوا واش دي دينام ولا تيترا دينام. دي دينام كتعني بلي عندنا دو غروب ديال لي زيتامين، بجوجهم جوج كبار وجوج صغار. اما تيترا دينام كيكون عندنا 4 كبار وجوج صغار. ايرمافروديت ولا اوني سيكسوي، ايرمافروديت حنا كنعرفو بلي لي زيتامين هما لي زورغان ديال لو مال، دونك الا لقينا وبالنسبه للفيميل لي كاربيل، يعني الا لقينا لي زيتامين والكاربيل في نفس الوقت في الدياغرام، هادشي كيعني بلي ايرمافروديت. اما الا لقينا غير واحد فيهم، هادشي كيعني بلي راه هو اوني سيكسوي. كاربيل سودي ولا ليبر، نومبر دوفول اي تيب دو بلاسونطاسيون، يعني يكفي انا نشوفو الكاربيل غنشوف واش حيت كاينين شي مرات كيكونوا ملاصقين كتبان لك واحد المدوره مقسمه، اولا كتبان لك كيبانوا لك مفرقين. نومبر دوفول الى كتحسبهم، ومن فين محطوطين لي زوفول غتعرف التيب ديال لي بلاسونطاسيون. ممكن نعرفو واش اكتينومورف ولا زيغومورف. اكتينومورف هي عندنا دو ولا بليزيوغ اكس دو سيميتري، زيغومورف عندنا ان سول اكس دو سيميتري. يعني يكفي اننا ناخذ نشوفو الدياغرام ديالنا، الا قدينا ان نديرو اكثر من جوج ولا اكثر راه اكتينومورف، درنا قدينا نديرو غير واحد راه زيغومورف. بالنسبه للسيكليكو سبيرالي كنظن واضحه شكلا، يعني سيكل سواء حيت كاين لا فلور سيكليك ولا فلور سبيرالي، وكاينه لي مثلا لي جروب بيكونوا سيكليك مثلا ولا سبيرالي، ممكن لا فلور سيكليك ولكن يكونوا مثلا لي زيتامين سبيرالي. عندنا ليكزيستونس ولا لابسونس ديال البراكتي، الدياغرام كنقدروا نمثلو فيه البراكتي، وإلا كان راه غادي يبان لينا. ديبلوستيمون اوب ديبلوستيمون ايزوستيمون، ديبلوستيمون كتعني لينا بلي عندنا جوج ديال جوج دو سيكل ديال لي زيتامين، و لي سيكل اكسترن عندنا لي زيتامين ديالها كيكونوا اون فاس ديال لي سيبال. اوب دي بلوستيمون العكس ديالها، يعني السيكل اكسترن كيكونوا اون فاس ديال لي بيتال. هاد جوج يعني فيها جوج شروط، هو الاول يكونوا عندنا ما عرفتش قلتها ولا لا، يكون عندنا هو الاول لي زيتامين دوبل، النومبر ديال لي زيتامين دوبل بارابور لي بيتال سيبال، كنظن ما قلتهاش. اما ليزوستيمون كيكون عندنا النومبر بحال ايزوستيمون، يعني مثلا عندنا ثلاثه ديال
لي زيتامين عندنا 3 ديال لي سيبات 3 ديال لي بيتا دي بلوستيمون. لا عندنا مثلا 5 ديال لي زيتامين، عندنا 10 ديال لي زيتامين، غيكون عندنا 5 ديال لي بيتا 5 ديال لي سيبال، يعني كيكون دوبل بارابور واحد فيهم ماشي دوبل بارابور لي دو. عندنا اونتر فيرتيسيل يعني الديسبوزيسيون الترن اوبوزي، يعني ممكن نشوفوا كيفاش دايرين، واش كلهم كاينين في مستوى واحد ولا كيكونوا متناوبين. وبيان سور سوديور تاع هي راه كتبان لينا في الدياغرام. انتر انترورس و اكسترورس، هذا بالنسبه للتامين كان تلاحظوا بلي راه من بعد غنقولها كترسم لينا بي، كنتلوها بواحد البي. ديك بي كاين شي مرات كتلقاها كتشوف في الكاربيل، وشي مرات كتشوف في لي سيبال ولا لي بيتا. الا كانت انترورس راه كتشوف في الكاربيل، ولا كانت اكسترورس راه كتشوف على برا، كتبان غير من ديك ان من ديك ان لي هنايا و اكس انتيريور اكستيريور. بالنسبه لي كومبوزون ديال الدياغرام، هادو هما الحوايج اللي كيبانو، وكاينين حالات خاصه ولكن هادو هما اللي كتلقى في كل شيء. اكس د انفلوريسونس كل حاجه غنشوفو كيفاش كتمثل. سيبال عندنا البيتال عندنا ليتامين الكاربيل والبراكتي، وكل واحد فيهم كيفاش كيتمثل. كيفاش غنرسمو حنا دابا الدياغرام؟ الدياغرام هما دابا هادو اللي شفنا دابا اللي مهمين، سيبال بيتال ليتامين كاربيل، هما كيترسمو لينا في واحد اربعه دائرات. هاد اربعه دائرات الى بينا يلاه نبداو نرسمو، يلاه كنتعلمو، غادي نرسمو اربعه دائرات بحال هكا. الاول غادي يكون سيبال، يعني بحال قلتي رسمنا واحد الدائره بالقلم الرصاص من بعد نمسحوها. عندنا مثلا تخوا ديال لي سيبال، غنرسمو مثلا سيبال واحد هنايا، نرسمو واحد هنايا، غنرسمو واحد هنا، المهم ثلاثه. نجيو عاوتاني نمسحو داك القلم الرصاص، نخليو غير لي سيبال. نجيو لي بيتال نرسمو حتى هما ثلاثه، نجيو لي زيتامين، نجيو لي كاربيل. هاد الطريقه غير باش توضح لينا الامور من ليكستيريور لانتيريور، سي با الكاربيل، وبلي هما كيكونوا هكا دي جروب مرتبين، يعني ممكنش تلقى داكشي مرون. لي سي با عاد لي بيتال على لي زيتامين عاد لي كاربيل. وممكن شي مرات كيكون عندنا مثلا دو سيكل ديال لي سي با، غادي نديرو دو سيكل ديال لي سي با ولا لي زيتامين ولا الكاربيل على حسب. باش توضح الموريه اكثر، هنا عندنا هادي دي فلور ديال بصح. عندنا دابا هنايا هادو هما لي سيبال، هادو هما لي بيتال، ها هما لي زيتامين، ها هما الكاربيل. يعني دابا بحال كتبدا ديما ليكستيريور سيبال عاد البيتال عاد لي زيتامين عاد الكاربيل. و كنظن واضح حيت ضروري هاد الترتيب، وهما اللي كنبداو بهم هما اصلا كيكونوا مهمين، راه هما كيكونوا في الفورمي فلوغال. يعني حتى الا بغيتي تحول من الدياغرام فلوغال الفورمي فلوغال راه سهله. بالنسبه لكيفاش كنرسموهم، انا البيريون تي فيغوري بار دي بوند كلير سي لي بيس ني با فيفمون كولوري، اي نوار سي لا بيس اي فيفمون كولوري. يعني البيريون كندويو على سيبال والبيتال، كي كنديرو واحد البوند بحال قلتي ما عرفت كيفاش، غادي تبان لكم في لي زيكزامبل اللي كاينين من بعد. المهم دي بوند ممكن حتى يكون سطر، ولكن ما يكونش سطر مستقيم، يعني بحال قلتي معقوفه شي معقوفه قوس. الا بينا نفرقوا ما بين لي بيريونت مثلا سيبار لوبيتال واحد فيهم كولوري ولا ماشي كولوري، اللي كيكون كولوري كنديرو بحال قلتي كنلونو، حتى حنايا ديك البوند اللي غنرسمو غنلونوها الداخل ديالها نلونوه. اما الا ما كانتش كولوري كنديروها خاويه. بالنسبه لي سوديو، يعني باش نمثلو بلي راه مثلا لي بيتال راهم سودي، كنديرو بحال واحد القوس واحد تري كونتينيو، يعني ما بين كل سيبال مثلا لي سيبال هما لي سودي، كنزيدو واحد التري ما بيناتهم. كلشي هادشي غيبان لكم مع لي زيكزامبل. Les vitamines sont figurées par des B orientées tangentiellement. D'abord, dit qu'il y a des intros ou extros, comme dit ça. Il y a des intros ou des B, ou que la marafine qui connaît vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Un halo vert est figuré, c'est possible avec sa structure montrant le nombre de loges et pla la placentation. Et un halo vert, تحاولنا أمكن ترسمها كيما هي. لو فير نورمالمون تشوف شحال من كاربيل وشحال من لوج اللي كاينين وغادي ترسمهم والنومبر ديال لي زوفيل. النومبر ديال لي زوفيل باينين يا اما غادي يكونوا كتار غادي ترسم بزاف يا اما يكونوا محددين جوج ثلاثة وهما غترسمهم على حسب البلاسونطاسيون. كل بلاسونطاسيون راه كتوريك لو فيل فين غترسمها، واش الفوق واش الوسط، كل وحدة كيفاش دايرة. Il est orienté de telle sorte que l'axe de l'inflorescence, symbolisé par un point, soit situé en haut du schéma. يعني حنا في الدياغرام ديالنا كيكونوا واحد جوج الحوايج زايدين راه كنت قلتهم ديك الساعه. لاكس دو لانفلوريسونس هما اللي قالوا دابا كتكون كنرسموا واحد النقطه في الفوق ديال الدياغرام فلورال. وبالنسبه للتتمه قال لك الى براكتي كي اكزيل لو بيدونكول فلورال اون با. يعني لو براكتي الا كان كنديرو بحال واحد القوس في التحت كيكون اكزيل يعني في التحت. Si la fleur est actinomorphe, les pièces florales d'un même type sont mises sur un cercle. يعني لا كانت عندنا actinomorphe راه كيكونوا السيركل، حيت اصلا الا كانت actinomorphe كيكون عندنا بزاف ديال لي زاكس دو ولا بزاف، وفي اغلب الاحيان كيكون سيكل. قول ممكن تقول كاع ديما. Si la fleur est zygomorphe, les pièces sont mises en une ellipse. يعني بحال قلتي خديتي ديك الدائره ديالك وضغطت عليها من الجناب، فاش كتضغط عليها من الجناب ما كتبقاش دائره كتولي إيليبس، هكا كتكون زيغوموف. يعني الا عرفتي واحد واحد الفامي باللي هي زيغوموف ما غاديش تمشي ترسم ليها ديكان فلورال دائري، غترسمو فورم إيليبس. إيليبس يعني بحال دائره مضغوطه من الجناب. ابلاتي سولون لورينتاسيون دو لا فلور. يعني في اغلب الاحيان اللي درتي لاكس دان فلوريسونس في الفوق راه بحال قلتي الضغط اللي غادي تضغط عليها غتضغط عليها من الجناب اليمين واليسار. ممكن انه لاكس يكون في شي اخرى وديك الساعه انت ديما خصك ديك الضغط خصو يكون في الجناب، يعني ماشي في البلاصه ديال لاكس سيميتري لاكس ديال لان فلوريسونس. عفوا. سي لي بيس فلورال سون اون سبيرال اي نو اون اي نو اون سيركل il faut les figurer ainsi. مثلا كاين احتمال انه تكون عندنا الفامي ديك الفلور عندنا اكتينومورف وهي سيكليك ولكن فيها لي زيتامين مثلا سبيرالي. غادي نرسمو الدياغرام ديالنا الفوق مثلا لي سي با البيتال غنرسموهم سيكليك، ولكن فاش غنجيو لي زيتامين غادي نرسموهم سبيرالي باش ما نخلطوش. ممكن انه يكون سبيرالي وسيكليك. نورمالمون اون نو بو با ليجوندي ان un diagramme floral sauf si les organes sont très particuliers. يعني حنا في الحالات العاديه ما كنديروش ليجوند. ليجوند هي مثلا تعلم اي شي حاجه ما بينش تما وتكتب ليها شنو هي. نورمالمون ما كيدارش في الدياغرام، ولكن كاينين دي فامي اللي ممكن يتزادوا شي حاجه اللي سبيسيال كنديروا ليجوند باش نوضحوها. هكا غتبان لكم دابا يبان لكم الدياغرام سامبل بلا حتى شي ليجوند باش يبان لكم البلان. قلنا دوك لي بوند اللي دويت عليهم داك الساعه هما هادوك اللي بالخضر هما اللي بالغوص. عندنا ممكن يكونوا فاش قال في اصلا لي سيبل كيكونوا في الخضر. يعني فاش كنقولوا ني با فيفمون كولوري كنعنيو بها زعما ماشي في الغوص في الاحمر حيت هادوك لي بيتال اللي الفوق راه هو ديك النقيطه هي لاكس دا فلوريسونس. عندنا اللي لتحت هو لو براكتي لي بالغوز هو سيبال. عندنا لي زيتامين ومثلا نشوفوا هادي نعطيو بها داكشي اللي كنا قلنا ممكن يبان. كنقولوا بلي نومبر ديال لي بيتال لي سيبال نومبر دي تامين و لي كاربيل. نشوفوا الحوايج اللي ما باينينش واللي مهمين. مثلا نقولوا شنو لي مثلا واش ديبلوستيمون ولا اوب ديبلوستيمون. كنشوفو دابا ملي عندنا بعدا خصنا هو الاول نشوفو حيت ديبلوستيمون اوب ديبلوستيمون هو التعريف ديالو مقسم على جوج. اول حاجه كنشوفو واش لي زيتامين لو نومبر ديال لي زيتامين هو دوبل بارابور لي سيبال ولا لي بيتال. عاد كنشوفو ديك القضيه ديال اون فاس ولا اوبوزي. فهاد الحاله عندنا 10 ديال لي زيتامين وعندنا 5 ديال لي سيبال ولا 5 ديال لي بيتال.
دونك اش كنقولوا بلي الشرط الاول راه وقت تحقق، كنمشيو نشوفوا السيكل اكسترن. السيكل اكسترن في هذه الحاله هي هذه، هاد الدوره هذه اللي كاينه هنا هذيك. دابا كنشوفوا اونفاس معياش، هي اونفاس مع لي بيتال، دونك اوب دي بلوس تمو، باش ما تبقاوش تلفوا حيت كاين تعريف مثلا كتكتب اونفاس او التيرن اوبوزي، داكشي كامل ما كايلاش، تختاروا وحده. وانا كنظن اونفاس راه بسيطه وباينه، ما غاديش تلفوا فيها. اختاروا مثلا دي بلوس تيمون، راه هي اون فاس مع لي سيبال، اوب دي بلوس تيمون اون فاس مع لي بيتال، صافي هكا غتحفظوهم. وبانت لكم اون فاس مع اي وحده فيهم غادي تقشوها، حيت الا بقيتو كتكثروا لي ديفينيسيون غادي تلفوا. البراك تي كاين، لاكس دي سيمتري، صافي هادشي كنظن واضح. وبالنسبه لي زيتامين في هذه الحاله غنكتبوا ان ايتامين، نفس الشيء باللي لي زوفيل ان نوفيل. يعني الا افترضنا مثلا قال لك خذ ليا لي الكاركتريستيك اللي بغينا من هنا، لي بيتال مثلا راه هما ليبر، يعني ديال لي بيتال ديال لي سيبال تا هما ديال لي سيبال، لي فيتامين تا هما ليبر، لي كاربيل سون سودي. المهم غير باش توضح لكم الفكره، وهذا الشيء اللي جاي كامل غيكونوا دي زيكزامبل باش توضح المأمورية مأمورية يوضح الامر. هذه المهم حطينا فلوغ ودرنا بحال قلتي واحد لانجيكسيون بروجيكسيون باش تبان لينا يبان لي كاركتيرستيك. خدينا لي سيبال هما الاولي الاورا، تيبانو لنا داك بحال واحد معقوفه كاينه تما ما بين لي سيبال، هذيك كتوحي لينا بلي راه كاينه، هذه كتوحي لينا بلي كاينه صوديو. كاينه كاينين لي بيتال تا هما نفس الشيء مسودين، بالنسبه لي فيتامين اونتر او ماشي سودي، لا ولا سودي، ديك النقيطه بحال هكا سودي. وعندنا حاجه جديده لي فيتامين سودي افيك لي بيتال، داكشي علاش دايرين هاد السطر هذا ما بين لي فيتامين والبيتال، حيت هو سودي. والفورميل فلوغال ديما راه الا فهمتو الفورميل فلوغال وفهمتو الدياغرام فلوغال كل واحده على حده، راه اسهل حاجه انك تجمعهم. حيت مثلا الا شتي هكا عرفتي لي سيبال، عرفتي لي بيتال، عرفتي لي فيتامين شحال، عرفتي الكاربيل وداكشي كامل، راه خصك غير دير ليهم تكتبهم هكا تكتبهم اون فورم ديال لي لاتر والعدد ديالهم. يعني حيت راه كنعرفو بلي لي سيبال ولي لي بيتال لي فيتامين والكاربيل هما اللي كيبانوا لنا في الفورمي فلورال، دونك راه اسهل حاجه انك تحول من الدياغرام للفورميل. ممكن انه من الفورميل الدياغرام تجي صعيبه شويه، ولكن الا فهمتي دابا هادشي اللي كنقول راه حتى هي غتكون نفس الشيء سهله. ممكن دابا في هذه الحاله واش ممكن نقولوا دي بلس تيمون او دي بلس تيمون؟ لا ما عندناش، ما تحققش عندنا الشرط الاول اللي هو لي فيتامين خص لي النومبر ديالهم يكون دوبل، يعني هاد الحاله غير ايزوستيمون. شوفوا مثال واحد اخر وهذا يلوستري كل شيء حداه، هما لي براسي كاسي، عندنا لاكس د لانفلوريسونس، ممكن ديك زائد ولا نضرب، المهم اللي كاينه بزاف هي نقطه. عندنا كاتر سيبال، جوج فرقين، جوج فيغ ليكستيريور و جوج لانتيريور، يعني داخل خارجين داخلين. هاد البارتي مثلا فاش كنكون هاد وحده فوق وحده كنقولوا ار كبيره، فاش كنقولوا هادي تحت من هادي يعني ار صغيره. عندنا كاتر بيتال اون كوا، يعني هما مثلا كاتر بيتال، وعندنا لي فيتامين كاتر غوند و دو بوتيت، شغنقول لهادي نقولها تيترادينوم. عندنا اوفر ديفيزي اون دولوج بار اون فوس كلوازون، يعني مثلا دابا خصكم تردوا البال لهاد لي فامي اللي فيهم فوس كلوازون، يعني حنايا كنشوفوا شي حاجه وهي كتكون حاجه اخرى. عندنا بوغاجيناسي، هنايا غنعطي الدياغرام والفوتو باش ربما تعقلوا عليها، هذا مثال كنظن واضح. المهم انا غنكرر باش يوضح لكم الامر اكثر. عندنا خمسة ديال لي بيتال، خمسة ديال لي سيبال، عندنا خمسة ديال لي فيتامين، لي فيتامين هادو بعدا لي سيبال بيتال سودي اونتر او، عندنا لي فيتامين سودي مع البيتال، عندنا لو كاربيل
وعندنا واحد الفوس كلوازون هو داك ديك النقيطات، عندنا كاتر اوفيل، وعندنا سميت هذاك البراكتي. اش ممكن نخرجو من هنايا؟ ممكن نقولو ايزوستيمون، حيت عندنا نفس العدد ديال لي زيتامين هو العدد ديال لي سيبال. المهم بحال هاد الاشياء هما اللي كيعاونو. ممكن مثلا يحط لك البروف العدد ديال لي سيبال لي بيتال، يقول لك اعطيني واحد ديغرام. ممكن يعطيك يقول لك اللي مهمين، مثلا يعطيك البلاسونطاسيون، ويعطيك العدد تاع لي كاربيل، ويعطيك واش اوب دي بلوستيمون دي بلوستيمون ولا ايزوستيمون. وراه غادي يعطيك ديك الساعه مثلا ممكن ترسم ليه انت اي كيما بغيتي دوك لي سيبال لي بيتال، رسمهم كيما بغيتي، ولكن داك الشروط اللي عطاك خصك تبينهم ليه. لي لياسي عندنا في هاد الحاله، هاد المثال ديال حيت شنا لحد الان شنا غير لي سيبال لي بيتال. كاين الحالات ديال لي تيبال، يعني بيريونت انديفيرونسي، كنرسم كنديرو بحال يعني نفس الشكل ديال تيبال. في دابا دو سيكل ديال لي تيبال، نفس السيكل الاولى نفس الرسم درناه في السيكل الثاني، يعني باش يبان لينا بلي راه تيبال هذاك. وعندنا ستة ديال لي فيتامين، عندنا ثلاثة ديال لي كاربيل، عندنا جوج ديال لي زوفيل باغ كاربيل، عندنا البراكتي، عندنا لاكس دو سيمتري، لاكس ديما كنقول لي اكس سيمتري، اكس دو لانفلوريسونس. هادي هي لا فوتو ديالها ديال هاد لي سبيس لي اليوم، وغير كنحط صور باش توضح لكم كيفاش كيبانو لي سيبال في الواقع، وكيفاش مثلا في هاد الحالة لي تيبال في الواقع، وكيفاش كيبانو لنا في الدياجرام في لوغال، وباش تسهل عليكم القضية ديال الحفظ. لي غوزاسي، فهاد عندنا هاد المثال ديال الفراغاريا، عندنا لي سيبال هما هادو لي سيبال، عندنا خمسة، وهادو هما لي بيتال، وعندنا لي فيتامين انيتامين. وممكن انك تزيد اجتهادا منك تقول ليه بلي راه اكس ان تخورس، حيت هما جايين لو سونتر. عندنا لي كاربيل راهم بزاف هادوك، درت هاد المثال بالضبط باش يبان لكم كيفاش ممكن ترسمو لي ان كاربيل، ولكن راه نون سودي، يعني هادو راه ماشي سودي. المهم راه تبان لكم في لا فوتو التصويره هي هكا دايره. المهم التصويره بعدا زوينه. لي ريكاسي، درت هاد المثال باش يبان لكم الدياغرام او ميم طون الفورم فلورال. يعني عندنا في هاد الحاله عندنا خمسه ديال لي بيتال، خمسه ديال لي سيبال، عندنا لي فيتامين، لي فيتامين عندنا دوبل 1 2 3 1 دول بارابور ديال لي سيبال ولا لي بيتال. يعني هنايا ممكن ندويو على دو بليس دي بلوستيمون او دي بلوستيمون الى لا فكرتو شويه غادي تبان ليكم. عندنا ليتامين اونفاس مع ياش، اونفاس مع لي سيبال، قلنا الا كانت اونفاس مع لي سيبال يعني دي بلوستيمون، من غير الاعداد، حيت الاعداد شي حاجه بسيطه انك ترد ليها البال وتقولها. مثلا خمسة ديال لي سيبال هما خمسة ديال لي سيبال. عندنا راه كنت كنسى ما كنش قول ما كنقولش لكم واش اكسينومورف ولا زيغومورف، كنظن تكون واضحة. خمسة ديال لي بيتال، عشرة ديال لي فيتامين سودين مع بعضياتهم. هاد العيبة هادي كتبين لينا داك السطر ما بين ليتامين و البيتال، كيبين لينا بلي هما بجوجهم سودي. عندنا خمسة ديال لي كاربيل سودي ولوفيغ سوبر، ولكن ما واضحش في هذا في الدياغرام. هادي حاجه جديده دابا بان لي داكشي اللي واضح، سيبال بيتاليتامين كاربيل. نزيد واحد الفامي اللي عندها واحد الحاجه جديده، لاكس دلاتيج باينه لي بيتاليتامين لوفير سيبال. و شنو اللي حاجه اللي زايده هنا براكتي شنو حتى هو لي توندار او الكارين او لي تايا، هادو هما اللي بحال هاد الحوايج هما اللي كيكونوا شي مرض زايدين وممكن يدلفوا الشخص. كشاش قلت انت هما نديرهم، اول حاجه لي طوندار شنو هي؟ انا كندوي على الحاله ديال هذاك داك الدياغرام اللي عطيت، واللي هو ديال لي فاباسي، يعني اي طوندار عند الفاباسي هو لي بيتال سوبيريور. غنوريكم لي فوتو. كارين ستركتور
ريزولت لا فيزيون دي دو بيتال انفيريور. يعني بحال قلتي واحد عندنا واحد لا فلور عندها واحد البيتال في الفوق كبير اللي هو اتوندار، وعندها كارين عندها جوج ديال لي بيتال صغيورين في التحت، بحال تجمعوا لينا بحال طرات ليهم الفيزيون وعطاونا واحد واحد ستركتور سميتها كارين. ها هي لي طوندار، ها هو الكارين، وها هو لي غتوضح لكم اكثر في شي وردة ديال بصح. ها هو لي طوندار، يعني بحال اللي قلتي كاين واحد البيتال سوبيريور كبير هو اللي بحال اللي قلتي وردة ديالك، وعندك واحد البيتال زايد من الفوق هذاك هو لي طوندار. توضح لكم الامر بعد صورة. لي طوندار هو هذاك، الكارين هو هذا، ولي ممكن توقفوا الفيديو وتبان لكم مزيان عاد تكملوا. بالنسبه لي بواصل عندنا حاجه جديده حتى هي، ما غير ماشي بحال داكشي اللي داز. عندنا لي دوك لي بي باينين، لي بي هما لي زيتامين. ديك المدوره اللي للوسط هي الكاربيل، ده واحد لوفيل، ولكن هادي وهادي شنو هما؟ هذا راه باكتي، هذا دابا الجلوميل، وهو هذا اللي جايبه لكم هنا بحال تقريبا داك لي طوندار اللي شلنا ديك الساعه تقريبا بحالو. هي كاين الجلوميل شي حاجه زايده عند لي بواسي، وممكن تقول بلي داك الجلوميل هي واحد الباكتي دلا وباكتي فلورال، يعني ماشي حيت البراكتي فيه كيكون البراكتي كيكون تحت البيدونكول هو اللي هزينا الفلور. دونك داك الجلومي هو كتكون بحال قلتي واحد البراكتي في لا فلور، حدا لا فلور قريب ليها. لوجيكول وفي البوليكوب عندنا كاين هنايا سميتها الجلومي. الجلومي يعني بحال قلتي براكتي دو لي بي، وهنايا درنا الفورمول فلورال باش توضح لكم. عندنا جوج ديال لي تيبال، عندنا 3 زيتامين دو كاربيل سودي و لوفير سوبر. لوفير سوبر راه ما كتبانش، هادي هي دابا ديك هاد البواسي البوا بار اتونسيس، هي هادي باش تبان لكم مزيان. عندنا واحد ديال واحد اخر اللي هو حتى هو مختلف، وما ديال لوركيداسي بالضبط لوركيس. هاد لي سبيس هذا عنده هاد اللعيبه هادي، ماشي عند كلشي، سميتها لابيل. عندنا لي بولين، المهم هو الاول ستامينود. عندنا لي زيتامين سون ستيريل، يعني كنقولوا ليهم ستامينود، وهاد لي ستامينود ماشي مجموعين بحال قلتي خارجين لينا من دوك لي بولينين. دابا ما عرفت كيفاش، المهم فرونسي مقاده باش توضح لكم. نقولوا لوندوسي ريبريزونتي بار اون سول ايتامين ا دو لوج اي دو ستامينود، شاكون دي لوج انفيرم دي بولين بوليني. دابا بحال قلتي عندنا جوج ديال واحد ليتامين، وداك ليتامين فيه دو لوج بحال قلتي. هادي دابا واحد ليتامين مقسم على دو لوج، ودوك لي دولوج كيعطيونا اونفيرم ان بوليني، يعني داك لا فورم ديالهم كتعطينا واحد البوليني، ومن تما كيخرجوا لنا دو ستامينوت. كنتمنى يكون واضح. هذه هي هاد السبيس ديال لوركيس. المهم بعدا لي فلور كيكونوا زوينين الصراحه. نتمنى يكون هذا الشيء واضح. حاولت ناخذ داك لاباز ديال لي فورمول لي دياغرام فلورال. بالنسبه لي فورمول فلورال ممكن الا فهمتوا كل وحده على حده راه سهله انك تجمعهم بجوج. وديما الا كان عندك شي مشكل في شي دياغرام فلورال قلب على ديك الفامي، قرا على ديك الفامي، وغادي يبان لك دياغرام فلورال كيفاش داير. وشكرا، الله يوفق الجميع.